intersect بدنا. هاي السيركت نحن مش هنشتغل عليها بس هيكون من يوز انتو عادة تستخدمها لها. نحن هنشتغل ايش اسمه هايبريد ونيوماتيك سيركت. شو التوتال ديفرنت بين هاي السيركت والسيركت حنبنيها؟ اول شيء باور سبلاي ما حيكون عندنا باتري او اي سي فولتج سورس، حيكون شيء اسمه كومبريسر او بمب. هي الباور سبلاي تبعنا كيف البطاريه عم تعطيك فولتج وكرنت، حيكون عندنا كومبريسر يعطيك برشايزد اير او بمب تعطيك ايش برشايزد اول اللي هو هايدروليك ونيوماتيك. نيوماتيك الباور سبلاي تبعنا ايش بكون؟ اير. بالهايدروليك بكون الباور سبلاي تبعنا عباره عن اول برشايزد اول. اوكي؟ هلا الاكشويتر عندنا موتور في حاله الالكتريكال، في حاله النيوماتيك في عندنا تو تايب اكشويتر ايش اسمه؟ سلندر او موتور. السلندر هي اكشويتر زي الموتور، ياخذ الكتريكال يعطيك روتيشنال موفمنت. السلندر نفس الشيء تاخذ باور ان كان كومبريسر او من الاوي من البمب اوي وبتعطيك لينير موشن. السلندر هدف تعطينا ايش؟ لينير موشن. الموتور الهايبريك موتور نفس فكره الموتور بالالكتريكال، بس الباور سبلاي تختلف انه مش حتكون فولتج او كرنت، حتكون يا اير يا اول. اوكي؟ فالسيركت اذا انا بحولها لنيوماتيك سيركت حيكون عندي هاي سلندر حكينا احد الانواع الاكشوال اللي حتشتغلها في ديورنج لاب، هاي دبل اكتنج سلندر. طبعا انتو ديورنج كورس حتاخذوا لكم بونص بالتفصيل، بس الهدف نحن هون نركز على كيف بدي ابني سيركت على فروت سيل. اوكي؟ فانا عندي احد الاكشوال اللي هي سلندر دبل اكتنج سلندر، هذا بتعطيني هي موشن. كيف؟ لو عندنا انا بشتغل على نيوماتيك سيركت، لو فات الهواء من هون حيدفع لي البستون لبرا، صح؟ لو فات الاير من هون حيدفع لك البستون لجوا، فحركة الاكستنت او الريتراكت حتعطيني لينير موشن تبعتها. اوكي؟ طيب نحن بدنا اي سيركت بدها باور سبلاي تبعتنا، نحن اتفقنا نحكي عن نيوماتيك سيركت، فالباور سبلاي تبعنا شو بيكون؟ اير جاي من كومبريسر. فهاي السمبل تبع كومبريسر. طبعا نحكي مش شغل بسمبل. اوكي هلا هذا الاير انا مره بدي اشوف من هون مره بدي اشوف من هون مشان اعمل الموفمنت تبع السلندر، صح؟ كيف بدي اغير مره اجيب الاي من هون سوري الاير من هون مره اجيب الاير من هون؟ بدي ديفايس يغير لي اتجاه الدايركشن تبع الاير، صح؟ هذا ايش اسمه؟ دايركشنال كنترول فالف. دايركشنال كنترول فالف زي فكرة التاب بالبيت الحنفية عندك، أنت بتفتحها بتعطيك ووتر، بتسكرها بتقطع الووتر، أنت شو حكمت في الدايركشن تبع الووتر؟ نفس الشيء هذا الضغط بغض النظر عن السبب تبعه بعدين بحكي فيه. الهدف إنه مرة بتطلع لك الهواء من هذا الدايركشن، مرة بتطلع لك الهواء من هذا الدايركشن على الفورت. فأنا بقدر أوصل. هذا الضغط حيكون جاي كومبريسر اير، مرة حيطلع لي من هون الهواء، فحيدفع لي بستون لبرا. بغير الدايركشن في الفولت بطلع لي الهواء من هون، صح؟ فبرجع لي البستون لجوا، فبيعطيني الموفمنت لينير موشن اللي بدي اياها من السلندر. اوكي؟ هذا الفولت انت كيف بدك تعمل انرجايز؟ حنفيتك في البيت التاب انت بتفتحها انت بتعطيها ميكانيكال موفمنت، صح؟ هذا الفولت عنده عده انواع انرجايز، يا بيكون ميكانيكال بشبطهم ليفر انت بتحركه باي ميكانيكال، او بكون بايلوت بده سيجنال هواء عشان يتحرك، او تكون الكتريكال ايش اسمه؟ سولنويد باي الكتريكال سيجنال بتحرك. طيب مفهوم السيركت هاي؟ هاي السيركت تعادل سيركت الكهرباء تبعتي باختلاف الاكشوال، هذا روتيشنال موفمنت هذا بيعطيني لينير موشن. هلا الكورس تبعنا انا كيف بدي ابني هاي السيركت على السوفت وير اسمه فلويد سيل. اوكي؟ والفلويد سيل تقدر ان شاء الله ابتداء من بكره كل واحد بالسكشن تبعته تبعون يوم الثلاثاء وتبعون يوم الاربعاء حيكون محطوط على الاجهزه، بتيجي بتمروا على بالهايدروليك او قدرة المواعي الموجوده ب 101 بتاخذوا السوفت وير. اوكي؟ الكل فاهم على ايش بحكي؟ طيب هلا خلينا نفتح فلويد سيل.